الجماهير كان في انباء ترددت مؤخرا يا كابتن ان اللجنه الطبيه بالاتحاد المصري لكره القدم قدمت خطه انه عن امكانيه يعني حضور الجماهير مباراه النهائي، وحضرتك عارف اكيد انه النهائي هيبقى على ارض مصر. ايه رايك في خبر زي ده او خطوه زي دي لو قدروا ان هي تتم او الظروف سمحت ان هي تتم؟ انا بتمنى اي شيء يبقى حضاري، يعني يعني اي شيء يبقى يعني ما يخرجش عن اي نهك في الظروف او في الجمال الشكلي للنهائي. ف الجماهير نفسها تحضر طبعا، والدنيا نفسها تؤازر، وكل واحد عنده انتماء للمكان اللي هو فيه وانتماء للنادي اللي هو فيه، وبيطمع ان هو يكون يعني في النقطه دي موجود في الحدث ده. طبعا انا نفسي مش يعني اتمنى اكون في الاستاد في اليوم ده ان انا بتفرج يعني طبعا. ندي يعني اصل هتفتحي مثلا ورا الجون هنا ورا الجون هنا شويه، هيبقى هو ده الشكل يعني. يعني ما اعرفش انت ايه رايك، انا ما مش حاسسها قوي انها تفيد اكتر ما هي حتى يعني ممكن تحصل توقف المباراه تعمل اي حاجه، يبقى في مشاكل يعني. يعني لازم كان يبقى قبل كده بقى بري، يعني لازم يبقى حاجه طب خليني قبل اسالك المباراه دي. اصلا لو يعني انت بالنسبه لك مين اسهل لنا في النهائي؟ انت عندك الرجاء وعندك الزمالك، ده طبعا باذن الله لو الاهلي باذن الله ان شاء الله يتاهل للنهائي، تحب تقابل مين؟ الاثنين زي بعض يعني بالنسبه لي هيبقى نهائي، بس الاثنين فنيا زي بعض. انا كسبان الوداد 2-0 وبقول لك انا عندي مباراه جديده يوم الجمعه، فاحنا المباراه بتاعه النهائي دي هقابل الوداد مثلا، افرض انا ما كنتش لعبت الوداد هقابل الوداد في النهائي، مباراه كبيره، هقابل الزمالك اكبر، هقابل الرجاء مباراه كبيره، ما تعرفيش الظروف بس يوم لو الماتش. النهائي مصري خالص، مصري خالص بقى خلاص يعني، ده كتب علينا القتال يعني. حتى سفاره النهائي يعني يعني في ناس بالنسبه لها الرجاء يبقى اسهل، في ناس لا تقول لك انا عايز اخد البطوله من الزمالك، يعني هم خططوا اللي خلاص. عايز ياخد بطوله ما يعني ما يفكر في نفسه، الطرف يفكر في ازاي هو ياخد البطوله. لا بس فنيا شايف مين اعلى؟ يعني حضرتك متابع البطوله بشكل عام. انا هريحك، انت أيوة. هتاخدي رد وكمان. ايوه بالظبط. احنا والرجاء 70 30 يعني 70 30. اوكي كويس تمام. احنا والزمالك مش هقول 60 40، هقول لك 50 50 تمام. يعني عشان اريح الدنيا كلها و عشان عايز اخد الكره في الملعب يعني، ما عشان في تجارب قبل كده، والمباراه بتاعت الزمالك والاهلي دي انا ما اعرفش اطلع لها نتيجه اصلا، حسب ظروف اللعيبه ساعتها وحسب الدنيا بتبقى ماشيه ازاي وحسب توفيق اللعيب. الزمالك كسبت ماتش راح على الجون 4 مرات جاب 3 اجوال، انت رحتي 15 مره ما جبتيش غير جول واحد، العارضه مرتين يعني بيبقى فيه توفيق وعدم توفيق، وبيبقى لها حضور تاني طبعا ماتش الزمالك ده طبعا. يعني كتر خير اللعيبه ان شاء الله.